مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على الهواء مباشرة إلى حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة لك. مشاهدينا الكرام، وكما عودناكم في هذا البرنامج اللي هو دائما منكم وإليكم، والبرنامج التفاعلي يفتح لكم مساحة للتحدث وللتعبير ولطرح آراء متنوعة في مواضيع تهم الوطن والمواطن ككل. اليوم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي خصصت للرسالة التي يمكن أن توجه إلى حزب من أكبر الأحزاب داخل الوطن، وهو حزب الإصلاح، وهو يحتفي بالذكرى 23 من تأسيسه. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام، كلمتكم لهذا، نصيحتكم لهذا الحزب، أيضا الرسالة التي توجه لهذا الحزب، سواء قيادة الحزب أو قواعد الحزب، وبالتأكيد ربما يستفاد منها ومن أطروحاتكم ومن رسائلكم في هذا اليوم الذي خصص لهذا للحديث عن ذكرى تأسيس الإصلاح. والكلمة في الأول والأخير هي لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، على الأرقام التي ستظهر تبعا على الشاشة وأيضا على صفحة البرنامج على الفيسبوك. دعونا نبدأ هذه الحلقة بما كتبت افتتاحية الإصلاح نت حول هذه الذكرى. يقول: ليست شيئا خارجا عن المألوف هذه الحملة التي تستهدف الإصلاح وتطالب بإقصائي ومواجهتي بحسب تعبير من يتبنونها، وإنما المستغرب هو أن تأتي هذه الحملة الشرسة بعد ثورة شعبية كبرى ضد سياسة التمييز والإقصاء والتهميش التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية وكادت أن تودي بها إلى التمزق وأن توقعها في براثن الفتن المهلكة. يدرك من خرج في صفوف الثورة وقدم تلك التضحيات أنه لم يخرج ثائرا من باب الترف، بل خرج رافضا. أخي المصور، أيضا أرجو أن لا تضبط على الصفحة هذه، وإنما هذه افتتاحية للإصلاح نت التي تطرقت حول هذا الموضوع. يقول: يدرك كل من خرج في صفوف الثورة وقدم تلك التضحيات أنه لم يخرج ثائرا من باب الترف، بل خرج رافضا لقيام طرف أو عائلة بالاستحواذ على القرار والمصادرة للسلطة وممارسة الإقصاء والتهميش بحق الآخرين، سواء كان هذا الإقصاء حزبيا أو أسريا أو مناطقيا أو جغرافيا أو غير ذلك، موقنا بأن هذه السياسة الإقصائية هي السبب المباشر لكل أوجه التخلف. ويدرك كل من اصطف مع النظام العائلي خلال الثورة أن ذلك النظام لم يكن ليجد نفسه في مواجهة ثورة شعبية ممارساته الإقصائية بحق الآخرين، إلى أن وصلت هذه الافتتاحية. تقول: لا يشعر التجمع اليمني للإصلاح إزاء هذه الدعوات بشيء من القلق، فضلا أن يشعر إزاءها بالخوف. الإصلاح لم يتأسس بقرار من الخارج، فهو مرتبط به أو يتصل بهذه القوى الأجنبية بحبل سري، فهو يخشى أن ينقطع، لم يتكون في المجتمع أو يفرض نفسه على الناس بقوة السلاح، مستضعفا المسالمين العزل ومستقويا على الضعفاء بالإرهاب والحديد والنار، ويخشى نفاد صبرهم وثورتهم عليهم. لم يبني روابطه التنظيمية وعلاقاته بالمجتمع على روابط الفساد والمصالح غير المشروعة. لم يفعل الإصلاح شيئا من ذلك، وهو الإصلاح الذي تعرفونه ويعرفه الداخل والخارج، حزب ولد من رحم هذه الأمة اليمنية العظيمة، وسيظل معبرا عن نبضها، متبيا لخياراتها، متوسعا في رحابها، حانيا عليها، منحنيا أمام أمجادها وتاريخها. هذه كانت جزء أو مقتطفات من افتتاحية الإصلاح حول هذه الذكرى 23 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح. وبالتأكيد مشاهدي الكرام، اليوم سنسمع الرسائل التي يمكن أن توجه لقيادة الإصلاح، لقواعد الإصلاح، لهذا الحزب العريق في ذكرى تأسيسه. والكلمة لكم في الأول والأخير. ومعنا الآن، ألو، على كل حال مشاهدي الكرام، حتى الاتصال طبعا هناك، ايضا اذكر بان هناك صفحه للبرنامج في الفيسبوك، وبالتاكيد مشاهدي الكرام لكم الكلمه حول هذا الموضوع، سواء كان على صفحه البرنامج على الفيسبوك او عبر الاتصال الهاتفي. وهناك ايضا كلمه في اطار هذا الموضوع وفي هذه الاحتفائيه بالذكرى 23 لحزب التجمع اليمني الاصلاح، كلمة للأستاذ محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا، أو رسالة وجهها عبر صفحته على الفيسبوك. يقول: أعلن الإصلاح في عن نفسه خادما
لشعبه ومقدما الغالي والنفيس في سبيل إحقاق الحق بكل أسمائه ومسمياته وإبطال الباطل بكل سوءه وسوءاته، ومتحديا كل الصعاب التي قد تعترض طريقه للوصول إلى أقاصي المجد أو تكون حجر عثرة أمام عزة يبتغيها، أو عملية نهوض لا تراجع عنها أو طموح لا سقف له إلا رضا ربه سبحانه وتعالى. معنا الآن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، معك الشيخ أحمد بن حسين سلحان من أبناء الجوف. حياك الله صديق البرنامج أخي أحمد حسين من الجوف، تفضل أخي الكريم. اليوم خصصت هذه الحلقة وهذه الفترة المفتوحة لإن كانت هناك من رسائل توجه إلى حزب الإصلاح في ذكرى تأسيسه، والكلمة لك، تفضل. تحية لك وتحية للأخوة المشاهدين وتحية لكل أبناء اليمن بصورة عامة، ونحن نوجه رسالتنا إلى الإصلاح وباسم المستجلين الثوار من أبناء الجوف ومن أبناء الجمهورية بصورة عامة. نعم. على الإصلاح يكون حزبا منفتح مع كافة الأحزاب، مع المؤتمر، مع الحوثيين، مع الاشتراكيين، مع الحراكيين، مع القاسي والداني، لأن قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنحن الوطن هو وطن الجميع، واليمن يمن الجميع، والمستقبل مستقبل الجميع، كان خيرا أو ويلا، ولكن نسأل الله. فإذا كنا ننظر إلى ما أحنا إليه فباسمي وباسم القبائل المدنية بمحافظة الجوف وباسم القبائل المسلحة بمحافظة الجوف أيضا بصورة عامة، فأنا أعبر بهذا التعبير عن حزب الإصلاح ينفتح انفتاح وأن يفتح يده للجميع، وأن يتسامح وأن يتصالح وأن يسعى لخدمة الوطن حتى أن تكون قيمة عالية، لأن الإنسان عندما يتواضع الله يرفعه، وثانيا حتى أن يكسب صوت الجمهور. نعم. فإذا صار معادي حزب الإصلاح معادي الأحزاب الأخرى يعتبر له ضعفا وهزيلة، وليس بصفته حزب الإصلاح متعلم دينا وخلقا وسلوك. وإذا استفسرت من الشيخ الزنداني لا أستاذ، لأن التشدد هو يعتبر جهل ويعتبر ظلم ويعتبر فساد، ونحن تعلم يا أخ ماجد والجميع يعلم أن حزب الإصلاح يجب أن يعلم أن هناك قدامنا مسيرة إنتاج، أول باب البترول لا زال تحت الأرض، الولايات الأمنية، الاقتصاد متداول، العملة متداولة، الحدود مهملة، كل شيء يعني سيء لا يحد علمه إلا الله، والشعب اليمني لاقي مسقع في دول العالم بصورة عامة. نعم. يجب الحزب الإصلاح ينفتح انفتاح واسع وأن يبسط يده وأن يتحارب مع الجميع وأن يسعى لما يخدم البلد ويبني مستقبلها، حتى أنه يبني له شعبية قوية، وحتى أن يكون الاحترام عند جميع أبناء الشعب اليمني بصورة عامة. فتحياتي لك وتحياتي لأبناء اليمن، وأسأل الله أن يجعل اليمن بلد آمن ويرزق أهلها مستمرة. ثم الرسالة الأخيرة لو أتكرر، تفضل. فأنا أوجهها إلى الأخ وزير الداخلية، إلا استطاع في العمل أو يقاطع أنني مستعد. نعم. شكرا لك. حتى نخرج عن الموضوع فقط اليوم، دعونا نتحدث عن الموضوع المخصص لهذه الحلقة، وهي الرسالة، إن كانت من رسالة، إن كانت من نصيحة، إن كانت من كلمة أو مقترحات توجه لحزب الإصلاح في وهو يحتفي بذكرى تأسيس. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام، نحن في هذا البرنامج إن شاء الله سنتناول كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن ككل، سواء كان موضوع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ما يخدم هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا. مكالمة أخرى طبعا مشاهد الكرام، قبل أن أخذ المكالمة، هناك أيضا من ضمن ما كتبه رئيس الهيئة العليا لتجمع اليمن إصلاح على صفحته في الفيسبوك، هناك كلام كثير كتب عن الإصلاح في ذكرى تأسيسه من كافة الأطياف ومن كافة ومن السياسيين المتنوعين من كافة الأحزاب، لكن فقط نحن في هذا البرنامج وعلى عجالة نحاول أن نقتبس ونلخص كل ما قيل وكل ما طرح من رسائل في هذه الذكرى. يقول محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للإصلاح، وها هو اليوم يسير وهو رافع، يقصد الإصلاح، وهو اليوم يسير وهو رافع بيمينه لواء التغيير وفي عينيه بريق الأمن في حاضر محترم وفي مستقبل يلبي له رخاء لا يستطيع
تجدي بعده بشرا على وجه الأرض، ومنعة لا تجعل لعدو قدرة على مجرد التفكير في أي اعتداء. إن الإصلاح يعلم علم اليقين أن شعبه اليمني العظيم قادر على صناعة مجده بعد أن استطاع بثورته مقاومة الظلم ورفض الواقع السيء الذي حاول ويحاول أعداءه أن يفرضوا عليه القبول به والعيش في أواحله. إن الإصلاح لا يبني ماله على وهمه ولا ينظر إلى الأمام وهو أسير مسكن أو مخدر، إنه أو أسير مسكن أو مخدر، إنه يعرف الطريق ويعترف أن أمامه طريق طويل، وفي الوقت نفسه يعلم جيدا أن نهاية هذا الطريق لن تأتي إليه مدعنا وهو يسير إليها السير السلحفاة. إن الإصلاح وهو يحتفل بذكرى انطلاقته في ربوع الوطن يعي تماما أن للحرية ثمنها، وأن الوطنية تتمثل في عدم الارتهان الفكري والسياسي لخارج سياج الوطن، وفي عدم بتأجير الوطنية لأي مخبول يتوهم أنه قادر على دفع الإيجار. إن على الإصلاح في ذكرى تأسيسه أن يصبر على ظلم بعض ذوي القربى، وأن يفتح ذراعيه لأبناء شعبه، وأن يسعى إلى ضم الجميع إلى حضنه الدافي. وبالتأكيد مشاهدي الكرام، هذه كانت أيضا رسالة كتبت على صفحة رئيس الهيئة العليا للإصلاح. هناك العديد كما ذكرت من السياسيين تطرقوا حول هذا الموضوع، وأيضا وجهوا رسائل في ذكرى تأسيس الإصلاح. معنا الآن، ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك البداية. عبدو مصلح الجبري. عبدو مصلح من صنعاء؟ من أب. حياك الله عبدو، تفضل أخي الكريم. أولا بمناسبة الذكرى 23 لقيادة التجمع اليمني للإصلاح، تأسيس التجمع اليمني للإصلاح، أتقدم بالشكر لكم في قناة سهيل، قناة الثورة، قناة الشباب. لا شكر على واجبه. وأتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لقيادة التجمع اليمني للإصلاح في الجمهورية اليمنية في جميع المحافظات وفي جميع المراكز والمديريات، والذي أرجوه وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق قيادة الإصلاح وقواعده في خدمة الوطن وبالذات في هذه المرحلة. والتجمع اليمني للإصلاح هو حزب منفتح، وحزب الوسطية والاعتدال، وحزب الوطن وجميع أعضائه وقيادته، إن شاء الله سنضحي من أجل خدمة وطننا، ولا لنا أي طموح شخصي أو لخدمة مصالح شخصية، وإنما نسعى جميعا من أجل خدمة هذا الوطن المعطاء، والذي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا مع قيادة اللقاء المشترك الذي أثبتنا في الفترة السابقة إن احنا حزبا يمنيا أصيلا نقوم على الوسطية والاعتدال والرأي الآخر واحترام كل المبادئ والبرامج السياسية للأحزاب. نعم أخي عبدو، هل على ذكر اللقاء المشترك، هل يعتبر هذا التحالف مع عدة أحزاب في اللقاء المشترك يعتبر نجاح من نجاحات حزب الإصلاح منذ مسيرته؟ نعم، هذا هو النجاح الحقيقي، وهذا الذي طمن العالم. تعرف أن هناك حملة شرسة على الإسلام والمسلمين وعلى الحركات الإسلامية، وإحنا في اليمن بالذات وقيادتنا ممثلة بالرموزنا الكبيرة وعلمائنا كالشيخ القدير عبد المجيد الزنداني والشيخ عبد الله صعترة والأستاذ القدير محمد اليدومي، إن إحنا حزبا وسطيا معتدلا، حزبا إسلاميا ننادي بحقوق الإنسان. وتحالفنا مع اللقاء المشترك أو صمود الفترة اللي فاتت مع اللقاء المشترك، وفي تنوع سياسي وحزبي وأفكار وإدلوجيات متنوعة فيها من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين إلى أقصى الوسط. فكنا بالحقيقة، وهذا بشهادة إخواننا في اللقاء المشترك وعلى رأسها هذه القيادة هو الدكتور ياسين سعيد نعمان، الذي نثني له في كل احترام ويقول إن الحزب الإصلاح أثبت وطنيته وأثبت اعتدال اليمن وأثبت إنه حزبا يمنيا أصيلا وطنيا إسلاميا لا يتشدد في برامجه ولا يتشدد في تحالفه ولا ليس له أي أطمع في السلطة، إنما طمعه إن اليمن يمنا عربيا مسلما معتمدا على قياداته وعلى أبنائه بجميع مكوناته. وأنا أناشد كل الأخوان في الأحزاب الذي لم تنطوي تحت قيادة اللقاء المشترك أن تجرب
التحالف مع اللقاء المشترك وبالذات مع قيادة الإصلاح ليس الإعلام الذي يروج له بعض المغرضين وبعض الناس الذي يمشون في حلقات ضيقة إنه حزب الإصلاح حزب إسلامي وأنه دي أخو وأنه كذا. بالعكس صحيح، نحن في التجمع الإصلاح قيادات كبيرة ولنا تجارب ولنا مدة طويلة وليس لنا أي أطمع في مصالح شخصية، وإنما اللي يهمنا أن نكون جمعيات، والجمعيات هذه ليس جمعيات كما يقول البعض أنها جمعيات من أجل استقطاب الناس. بالعكس والله إن إحنا لا نعمل إلا جمعيات أو ندوات أو كفالة أيتام إلا من أجل المواطن هذا اليمني الذي نتألم لألمه ونرتاح لراحته. ووفقكم الله يا سيد ماجد، والسلام عليكم. شكرا لك أخي عبد المصلح من محافظة إب على مشاركتك معنا. وكما ذكرت مشاهد كرام، هناك العديد من السياسيين في مختلف الأحزاب وجهوا رسائل و كلمات في ذكرى تأسيس حزب الإصلاح، والبداية من الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو إصبع، يقول إن انطلاق التجمع اليمني للإصلاح بعد الوحدة في سبتمبر 90 مثل دفعة قوية وفاعلة للتعددية السياسية والحزبية، لأن الإصلاح مثل القاعدة الكبيرة للحركة مثل القاعدة الكبيرة للحركة الإسلامية في اليمن، وفي وقت كانت تسود ضد التعددية والحزبية. ويضيف ومع مجيء الإصلاح الذي يمثل الشريحة الأرقى والأكثر ثقافة ووعي وعددا، فقد كان ذلك اكتساح للأفكار المتخلفة والتقليدية والقديمة التي ضد التعددية والحزبية، والتي قال أنها تمثل أهم أوجه العمل السياسي. لكن دعونا سنواصل قراءة بعض ما كتب وبعض ما طرح من قبل السياسيين، دعونا نحاول أن نعطي مساحة أكثر للإخوة المتصلين وللإخوة أيضا الذين وجهوا تعليقات على صفحة البرنامج حول هذا الموضوع. ومعنا الآن، ألو، السلام عليكم. والسلام، حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك في البداية. عبد الرقيب ناجي المعلى عدن. عبد الرقيب ناجي معلن، عليه حياك الله عبد الرقيب، تفضل. في البدء أهني انعقاد المؤتمر الأول للحراك السلمي الجنوبي اليوم. اليوم يا عبد الرقيب، اليوم 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 كلمتك إلى التجمع اليمني للإصلاح في ذكرى تأسيسه، إن كان لديك من رسالة توجهها. إن شاء الله، بس اليوم كان تهنئة للحراك السلمي الجنوبي على انعقاد المؤتمر الأول. أما بالنسبة لحزب الإصلاح، تأسس بعد الوحدة بناء على تعليمات من الرئيس السابق علي عبد الله صالح للشيخ الأحمر. يا عبد الرقيب، رجاء خاصة أعطيناش تاريخ، الكل يعرف التاريخ، لكن الرسالة التي توجهها لحزب الإصلاح، النصائح التي توجهها لحزب الإصلاح، المقترحات أيضا التي توجهها لحزب الإصلاح في مسيرته القادمة. يعني سأتي إليك، بس أعطينا فرصة. تفضل، بس أنا أخذ عشان الوقت بس يعني. تفضل. وهذه اعترافات في كتاب الشيخ عبد الله الأحمر. ثانيا، الإصلاح طبعا هو بدأ كدعوة دينية ثم تحول للسياسة، واليوم استقل السياسة من أوسع أبوابه. ينتقد الفاسد وهو فاسد، ينتقد الناهب وهو ناهب، ينتقد من قتلوه وهو اليوم قاتل. والمشكلة نقل مشاكل الخارج واتجه الاتجاه إلى مصر ولسوريا، ويحشد الشباب للتوجه إلى سوريا والتأثير عليهم باسم الدين، هروبا من المشاكل الموجودة في الداخل، لأنه لا يستطيع أن يحل، لأنه كحزب ليس سياسيا ولكن دعويا. ويستغل الجمعية الخيرية لخدمة حزبه، إعطاء الناس بعض الفتات من خيرات البلد عن طريق المواد الغذائية لجذب الناس، حتى وصلت أنه يستغل المستشفيات من معاه معروف في الإصلاح يعطوه عمليات مجانية. طيب يا أخي يا عبد الرقيب، هذه المشاكل كلها اللي موجودة في حزب الإصلاح، النصيحة التي توجهها الآن لحزب الإصلاح؟ لا لا لا، أنا أوجه إنه لا ينتقد وهو فاسد، لا ينتقد القاتل وهو قاتل. رسالة إن شاء الله يعملوا بها الإخوة في الهروب للخارج ليس من مصلحة حزب الإصلاح، لأنه كما سقط إخوان أردوغان في مصر نخاف أن يسقطوا إخوان أردوغان في اليمن. وشعار قناة سهيل اللي كان أربع أصابع اللي يقال إنه شعار رابع العدلين، هذا الشعار نؤكد إنه صريح فعلا، وهو شعار كان اليد خمسة أصابع سقط إخوان مصر، باقي إخوان اليمن وإخوان سوريا وإخوان ليبيا وإخوان تونس الأربعة، وإن شاء الله ما يسقط واحد غيره إلا الأربعة إلى ثلاث. شكرا يا عبد الرقيب، وصلت الرسالة. عبد الرقيب، شكرا لك، وصلت الرسالة. باقي شيء؟ أيوة، باقي مليان مليان مليان, مليان, مليان. البلاوي مليان. باقي نصيحة توجهها لحزب الإصلاح. وجهها لحزب الإصلاح. نعم. طيب،
المشكلة انه حتى اليوم حزب الفلاح لم يدين فتوى الديني في 94 ولم يدين اي فتوات. يبدو يا عبد الرقيب انه معك هدرة للأسف الشديد يعني غير منطقية، وكنت أود أنك تكون أكثر عقلانيا وتطرح يعني طرح أقل شيء يعني يليق بالمشاهد الكريم اللي بتابعنا الآن، لأنه فعلا من يشاهد هذه الشاشة هم نخبة مثقفة تعرف كل ما يجري حولها من مجريات الحياة في كافة ربوع الوطن، وكنت أود أن تحترم رأي المشاهد الكريم وتطرح أيضا طرح عقلاني وتوجه نصائحك إن كان هناك أي تقصير في حزب الإصلاح أو في حزب المؤتمر أو في حزب الاشتراكي أو في أي مكان. بالتأكيد ليسوا ملائكة، يعني سواء الإصلاح أو المؤتمر أو الاشتراكي أو الناصري أو أي حزب، يعني ليسوا ملائكة، هناك أخطاء تحدث، لكن لابد أننا نتكاتف جميعا ونتناصح فيما بيننا حتى نخرج البلد هذا إلى بر الأمان، ونتكاتف لخدمة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة هذا الوطن الغالي. لكن هناك ربما أحيانا تشدك بكلام ليس له أساس من الصحة، وإنما فقط للمزايدة على الآخرين، مع تقديري طبعا لكل ما يطرح سواء في هذا الموضوع أو في مواضيع أخرى. معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا أخي العزيز؟ حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك. معك يحيى المطري من محافظة صنعاء. يحيى المطري من صنعاء، تفضل أخي الكريم. يا أخي العزيز، أنا أغني وأبارك ل حزب التجمع الوطني، حزب الإصلاح. نعم. بمناسبة انعقاد الدورة 23 هذا العام، حزب الإصلاح مثل بالنسبة لنا كيمنيين مثل دور كبير، وعمل دور كبير وفعال في نجاح الثورة اليمنية الذي حصلت الآن في ثورة 19 فبراير. حزب الإصلاح حزب رائد، حزب الإصلاح حزب وسطي، حزب الإصلاح حزب معتدل. احنا بالنسبة لنا في حزب، في انا بالنسبة لي انا لست متحزبا ولا إصلاحيا ولا غير ذلك، ولكني اقف مع حزب الإصلاح في خندق واحد، وانا مع الإصلاح في كل شيء، لان حزب الإصلاح حزب وسطي، حزب ديني، حزب يمني اصيل. رحم الله الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر، رحم الله كل شهداء الثورة اليمنية، رحم الله كل وشف الله الجرحى وبارك الله فيك. الآن يا أخي، يحيى ممكن رسالة توجهها لحزب الإصلاح وهو أيضا في إطار هذه المسيرة النضالية من مسيراته المتواصلة، ماذا تقول لهم في ذكرى التأسيس، من كلمة، من نصيحة، من رسالة؟ أقول لهم سيروا على نفس العزيمة، سيروا على نفس الدرب. نعم. والله سبحانه وتعالى سيوفقكم، ونحن معكم إن شاء الله تعالى، وكل اليمنيين المخلصين. شكرا لك أخي يحيى المطري من صنعاء على مشاركتك معنا في هذا الموضوع. ومعنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهيد. حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك؟ عبد محمد الغيثي، أول المطالب في قناة شهيد. أولا نتعرف عليك في البداية ممكن. عبد محمد الغيثي من إب. عبد الغيثي من إب، حياك الله عبدو، تفضل. حياك الله. تفضل يا عبدو. أخي عبدو أرجو أن تسمعني من الهاتف إن كنت تسمعني من التلفزيون. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، انت على الهواء يا عبدو، تفضل. حياك الله. معك عبد محمد الغيثي من انت على الهواء اخي عبد الغيثي من اب، شرفتنا بهذه المشاركة، ونسمع رسالتك وكلمتك لحزب الإصلاح في ذكرى التأسيس، والكلمة لك، تفضل يا عبدو. اما اولا انا اشكرك على يعني حسن ادائك بالبرنامج. شكرا لك يا عبدو. ومعاملتك مع يعني اقدر اقول الناس الذي هم يعني لن يرغبوا بالاصلاح، صراحه هكذا لن يرغبوا بالاصلاح. هذه وجهه نظر وجهه نظر، هذه قناه الحريه، هذه قناه الثوره. نعم. يعني تستقبل كل نعم. يعني كل الاراء. فاما بالنسبه لرسالتي للاصلاح، انا اقول يعني للمنتقدين، الاصلاح هو اول من ضحي يعني للوطن وللشعب وليس لذاته من بدايه تاسيسه. كان يعني ممكن تسمح لي اني لاني هذه اول فرصه، انا اول المطالبين يعني بالقناه، انا عضو المؤتمر الثالث والرابع. حياك الله عبد، تفضل. يعني التجمع المدني للاصلاح كان في بدايه الوحده من حقه ان يكون له 2 اعضاء في مجلس الرئاسه، وتنازل ويعني وقبل في يعني في عضو واحد على اساس ايش
يعني تثبيت الوحدة اليمنية وتنازل في أشياء كثيرة، وهو الحزب الوحيد في العالم الإسلامي الذي قبل بالآخر وفعل اللقاء المشترك، وهو يعني حتى أنه كانوا يقولوا كيف تقبلوا من يعني من الذي قتلكم، ويصيروا عند الاشتراك يقولوا كيف تقبلوا من الذين أفتى بقتلكم وهكذا يعني، ووضح وقبل وضح حتى ان احنا في المجالس في الشوارع في يقولوا انتم اشتراكيين انتم بعثيين انتم ناخذين، قلنا اكبر الوطن ابقى الوطن، وضحى بالثوره وضحى بشبابه. وانا بالنسبه رسالتي للاصلاح انه يستمر بالانفتاح ويستمر برعايه يعني اسر الشهداء الذي يضحوا من أجل هذا الوطن، ويستمر يعني بتأسيس تعليمي لأبناء الإصلاح، صراحة لأبناء الإصلاح، لأبناء الشعب اليمني ككل، وأبناء الشعب اليمني هم يعني من دخلوا يعني من أبناء الشعب اليمني، ولكن فيها أخي صراحة نكون صريحين، في ناس خبثاء، في ناس خبثاء يكرهك إنك إصلاحي فقط لا غير، يكرهك انه انا على ما شفت الان في مصر كل يعني شيء ثقيل لا يطلع. يا اخي انا اختلف معك بالراي اختلف معك، لكن الوطن ودمي ودمك اغلى من كل شيء. نعم نعم يعني ليس يعني كره يعني في ناس قباد الوطن فوق الجميع. نعم التجمع اليمني للاصلاح الى استقطاب الناس الشرفاء والتضحيه والعمل من اي يعني صالح الوطن والوحدة اليمنية لا تفريط فيها مهما كان، لأن الشعب اليمني الآن هو نفسه الوحدة اليمنية، وأرجو أن الإصلاح أن يكون رائدا في هذا. نعم شكرا لك أخي عبدو الغيثي من محافظة إب، وصلت الرسالة، ويبدو أن أخي المخرج يقول أننا نذهب إلى فاصل قصير، هناك العديد من التعليقات التي وصلت إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، إن شاء الله يتسنى لي بعد الفصل لقراءة الكثير منها. وهناك أيضا كما ذكرت بعض السياسيين الذين هم من مختلف الأحزاب السياسية تحدثوا ووجهوا أيضا رسائل سياسية في ذكرى تأسيس الإصلاح، سنحاول أيضا أن نتطرق إليها بشكل سريع، وأيضا سنحاول أيضا أن نستقبل كم كبير من المشاركين معنا عبر الهاتف في هذه الذكرى 23 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح. مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد، وعودة لاستقبال مشاركتكم حول هذا الموضوع، ونحن ايضا نوجه رسالتنا وكلمتنا ايضا للتجمع اليمني للاصلاح في ذكرى تأسيسه. وبالتأكيد مشاهد الكرام الكلمة في الاول والاخير هي لكم، سواء كانت عبر الاتصال الهاتفي وعلى الهواء مباشرة او عبر تعليقاتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك. دعوني كما ايضا ذكرت انه هناك العديد من السياسيين من مختلف الأحزاب وجهوا أيضا رسائل بدورهم إلى حزب الإصلاح، وكنا قد قرأنا رسالة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو إصبع، ويقول أيضا مع مجيء الإصلاح الذي يمثل الشريحة الأرقى والأكثر ثقافة ووعي وعددا، فقد كان ذلك اكتساحا للأفكار المتخلفة والتقليدية القديمة التي ضد التعددية والحزبية، والتي قال أنها تمثل أهم أوجه العمل السياسي السلمي. ويواصل حديثه بالقول بعد حرب 94 قفز الإصلاح للأمام فيما يتعلق بمقاومة كافة أشكال الانتهاكات، وشكل قفزة بالمعارضة لنظام صالح ولكل أساليب إدارة البلاد بالعنف وبالحروب القبلية والمناطقية، وكان مجيء الإصلاح للمعارضة قوة أساسية شعبية وجماهيرية دفعت بالمعارضة إلى الأمام وحتى
الوصول إلى اللقاء المشترك. وأوضح أبو أصبع أن الإصلاح شكل مع بقية أحزاب اللقاء المشترك المعارض المعارضة السياسية السلمية التي قادت الشعب اليمني في كافة معاركه السياسية بما في ذلك انتخاب 2006. وأشار أيضا يؤكد القيادي الاشتراكي أبو أصبع أن كل نضال المشترك والإصلاح أحد قادة الفاعلين هو نضال سلمي رافض لكل أشكال العنف، كما يؤكد أن الثورة السلمية كانت أكبر شاهد على ديناميكية الإصلاح ومعه شركائه في طريق النضال السلمي، وهي إنها اعتمدت السلمية وهي أنها اعتمدت السلمية ورفضت كافة أشكال العنف وعسكرت الثورة. أيضا الدكتور أحمد محمد الأصبحي أحد قيادات المؤتمر أو المؤسسة لمؤتمر الشعبي العام يقول بدور الإصلاح في مشروع النضال السلمي، فيقول إن الإصلاح انتهج نهجا سلميا منذ انطلاقته في العمل السياسي وعرف ذلك عنه، ويسترسل ومؤخرا أحسن الإخوة في الإصلاح كيف يتصرفون بروح ومسؤولية وطنية عالية، والتسوية السياسية التي حدثت بطريقة سلمية ما كانت لتكون لولا السلمية التي غلبت على الجميع وفي مقدمتهم حزب الإصلاح، وحبذا لو أخذ بها الأشقة في دول عربية أضحت ملتهبة ودامية نتألم على ما يجري فيها، لأن الأنانية والولاءات الضيقة غلبت عليهم قبل أن يتغلب الجانب السلمي في العقليات التي تنتمي إليها أو إلى مفهوم الحزب الذي ينبغي أن يكون أوسع. ويضيف الأصبحي أحد قيادة المؤتمر يضيف هنا تكمن عظمة الإصلاح وبقية القوى السياسية في سلوك النهج السلمي في مجتمعنا المسلح، وكثيرون كانت أيديهم على قلوبهم أن تنفجر الأوضاع، لكن الحكمة اليمنية كانت أقوى في أن تتغلب على جانب السلاح والعنف، لأن السلاح العقل والضمير كان أقوى. وأيضا يوضح رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الحق عبد الواحد الشرفي يقول أن التجمع اليمني للإصلاح بدأ مشواره السياسي منذ عقود، واختط المشروع السياسي السلمي المعروف عبر رواده المعروفين وهم رواد حركة النهضة الإسلامية المعاصرة. ويؤكد الشرفي أن الإصلاح كان من أكثر الحركات الإسلامية ميلا للاعتدال والتسامح والقبول بالآخر، ويدلل على ذلك بدخوله في حلوفات سياسية في مختلف التيارات، غير أنه قال أن تجربة اللقاء المشترك الذي هو على رأسه هي تجربة فريدة أثبت الإصلاح هو الأكثر قبولا بالآخر ويتعايش معه، وأنه أسس لمرحلة جديدة يجب على كل الإسلاميين تمثل هذه التجربة. ويرى القيادي في حزب الحق أن الشعارات التي أطلقها الإصلاح في مختلف المراحل والتي تعلي من شأن النضال السلمي جاءت من قناعات راسخة لدى قياداته التي ترى أن الطريق السلمي هو طريق سليم وبناء ويؤسس للدولة المدنية القائمة على الإسلام التي يحلم الإصلاح بمشروعها. ويتفق أيضا الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد الرداعي مع ما ذهب إليه أبو أصبع الشريفي، حيث رأى تجربة الإصلاح تجربة رائدة، حيث أنه خطى النهج السلمي منذ انطلاقته وكان في إطار الأحزاب التي تناضل في إطار العمل السياسي السلمي لبناء الدولة المدنية، وتابع وكذلك تجربة المشترك التي كان الإصلاح على رأسها، فقد كانت رائدة ومتميزة تمكن من خلالها أن يحقق في فترة ما قبل الثورة إنجازات كبيرة بفضل هذا النهج. لكن الرادعي أيضا عاد وأكد على الإصلاح والمشترك مراجعة الأداء خلال هذه المرحلة وترتيب أوراقه لمواصلة مشروع النضال السلمي، معربا عن أمله في أن يستمر الإصلاح وشركائه في اللقاء المشترك بشكل عام في هذا المشروع الحضاري وتطوير أدواته وآلياته بما يلبي المرحلة. أيضا من جهته رئيس اتحاد الرشاد السلفي الشيخ محمد العامري يقول أن تجربة الإصلاح عبر مسيرته تعتبر تجربة لجميع اليمنيين بكل مضامينها وبكل منعطفاتها، وأنها تجربة غنية في التعامل مع القبيلة ومع القوى السياسية وفي السلطة والمعارضة، داعيا كل القوى السياسية للاستفادة من هذه التجربة لا أن تقتصر على الإصلاح. ويثمن العامري مشروع النضال السلمي الذي رفعه الإصلاح، حيث يقول أعتقد أن الإصلاح أعطى نموذجا غير عاديا في النضال السلمي من خلال مواقفه وصبره وقدرته على الحيلولة دون اللجوء إلى العنف والأعمال المسلحة، وأخيرا من خلال الثورة السلمية التي شهدتها العام 2011 وأردف، وهذا أمر يشكرون عليه. عضو المجلس الوطني أيضا لقوى الثورة السلمية دكتور عبد الباري دغيش يقول بعد أن هن الإصلاح، يقول لقد كان تأسيس الإصلاح إضافة نوعية للحياة السياسية، وأثبت خلال عمره نضاله السياسي السلمي وأنه حزب متأصل وجذوره قوية في المجتمع اليمني، ويشكل رقم صعب معادلة الطيف السياسي. ونوه دغيش إلى أن الإصلاح استند أساسا إلى النضال السلمي في وجوده، وما زال متمسك بإرادة النضال السلمي ولم يحد أبدا عن هذا الخط، وتابع قيدا هذا أمر طبيعي كون
بيقتنع بالعمل السياسي أن يؤمن بالنهج السلمي وبالديمقراطية كوسيلة للوصول إلى السلطة، هي أحد معايير النضال السلمي، وهذا ما لمسه الناس في حزب الإصلاح. هذا طبعا كان مقتطفات من بعض السياسيين، من بعض المتابعين، من بعض أيضا قادة الأحزاب السياسية في اليمن، ووجهوا رسائل بدورهم إلى حزب الإصلاح. أيضا الناشطة الحقوقية المعروفة توكل كرمان تقول الشعب، أو بعد أن هنأت الشعب اليمني وأعضاء ومناصر التجمع اليمني الإصلاحي بمناسبة ذكرى 23 لتأسيس الحزب، خاطبت كرمان الإصلاحيين قائلة: الوطن بحال أفضل بوجود حزبكم الرائد. وقالت كرمان: نفخر بحزبكم وبكافة الأحزاب والجماعات الوطنية والتي نثق أن قوة وطننا مرهون بقوتها، فما قوة الأوطان إلا حصيلة لقوة مكوناته. إذن هذا كما ذكرت من رسائل أو كلمة وجهت من قبل السياسيين، من قبل أيضا قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية. هناك أيضا رسائل من المواطنين، من المتابعين، من أيضا الجمهور الكريم وجه رسائل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، وكما ذكرت هي للأمانة رسائل كثيرة، لكن أنا أحاول بشكل مختصر أن أقرأ جزء من هذه الرسائل التي وصلت إلى صفحة البرنامج، حتى أيضا نعطي فرصة للمشاركين معنا عبر الإنترنت، وأيضا المشاركين معنا عبر الاتصال المباشر. والبداية من عبد المجيد، أتمنى أخي المخرج يتابعني أولا بأول حتى تظهر الرسائل كما هي، نحن نقرأ كل ما يصل إلينا وإلى صفحة البرنامج من رسائل، ونحترم أيضا أراء كل المشاركين معنا في مواضيع متعددة ومتجددة. عبد المجيد الهاملي يقول: استمر، يقصد الإصلاح، استمر إلى الأمام، نحن معك بدمائنا وأرواحنا. رشيد اليوسفي يقول: أذكر أن الإصلاح علمني أن الحزب والعمل السياسي وسيلة لتحقيق غاية، الوطن المستقر والبلدة الطيبة والدولة المدنية، ولإحقاق الحق وإبطال الباطل في وطننا الحبيب. محمد مهدي يكون شعارنا: سأظل متمسكا بحب عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. يحيى يقول: الإصلاح الحزب الذي تأسس ليبقى هذا الحزب الذي تأسس على يد كبار القادة منهم اليدومي وعبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله عليه، وكلمتي لهذا الحزب في ذكرى تأسيسه: أمضي إلى الأمام فأنت في حدقات أعيننا. أبو نزار الحميقاني: أخرجوا من وراء الطاولات فأنتم لم تعودوا معارضة، أين الوعود؟ سحر العريقي تقول: اجعل الوطن ومصلحة الوطن أمام عينيك. محمد يقول: أكتب هذه الخواطر وأبعثها إليكم رسائل بهذه المناسبة لتأسيس حزب التجمع اليمني الإصلاح، لاسيما بعد أن أصبح الإصلاح رقما صعبا في معادلة الحياة اليمنية في شمال وجنوب، لذلك كان لزاما أن يحالف هذه المسيرة الخطأ والصواب. مع تحيات محمد فايز. أيضا أمين يقول: أقول للعاملين أن يستمروا في مسيرتهم، وأقول لإخواننا في المؤتمر أننا إخوة وشعب واحد. اليوسف يقول: الإصلاح حزب سياسي يتسم بالوسطية ويحتاج لمزيد من التصحيح في مساره العام من أجل أن يكون حزب بحجم الوطن، ولا بد أن يعمل حزب الإصلاح على تمكين الشباب من قيادة هذا الحزب. عمار الصهباني يقول: أهني كل الإصلاحي في ذكرى تأسيسه، الإصلاح له دور جبار في ترسيخ الديمقراطية والحرية والمساواة، وله دور في الحفاظ على الثورة ومسارها السلمية. عمر يقول: إلى الأمام ولا تلتفتوا لمن يضع العراقيل. زومر يقول: تهانينا القلبية لحزب الريادة التجمع اليمني الإصلاح. عبد الحسن قائد يقول: نورت الفيس يا حزبي. جمعان الحدى يقول: التمسك بوحدة الوطن والحفاظ على مكتسبات الشعب والوفاء والإخلاص لما قدموه الشهداء لهذا الوطن، عاش الإصلاح، مفتاح للنجاح. علي يقول: الله يزيد من مجدكم يا حماة الأوطان. علي الدعيس ميمو يقول أو تقول: حزب الإصلاح هو البدرة الصالحة الطيبة في اليمن، فنقول بارك الله في هذه البدرة وبارك حولها وبارك لليمن فيها. بشير جسار يقول: مزيد من التقدم والازدهار ونحن معك إلى آخر حياتنا. يوسف أحمد جابر يقول: رسالتنا لقادة التجمع اليمني الإصلاح أن يستمروا في نضالهم وجهودهم في إخراج الوطن إلى بر الأمن مهما كانت التضحيات، وأن يظلوا أبطال كما عهدناهم، وأن يكونوا متيقظين لما يحاك لهم داخل وخارج الوطن من مؤامرات مثل السيناريو المصري. وليد الزوقري يقول: بهذه المناسبة توجه بحر التهنئة وتبريكات لحزب الإصلاح، وأشد على أيدي قيادته وأن يواصلوا المسيرة ثابتين الخطى حتى يصل اليمن إلى بر الأمان. منير السودي يقول: حزب نشأ على السلم
الإسلام لا على حمل السلاح والتآمر، ما يميزه عن غير أهدافه السامية ومشروعه السياسي الضخم الذي يسعى من خلاله إلى تحقيق ما يطمح إليه أبسط مواطن يمني. عدنان الراشدي يقول كل عام وأنت من أفضل إلى أفضل. أحمد مسعود يقول غالبية المجتمع اليمني يؤملون في الإصلاح ويحملونه المسؤولية أيضا، أرى أن يفعل أو يفعل دور الإعلام في الإصلاح لأن ركود الإعلام في الإصلاح لا يخفى على أحد. حمدي الزمر يقول بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس الحزب الوطني حزب الإصلاح أهني الشعب اليمني عامة وحزب الإصلاح وقادته المخلصة خاصة بذكرى التأسيس، وأتمنى له النجاح الدائم ونسأل من الله أن يوفقه لكل خير. الصقر المريسي يقول وفقك الله وأدامك فخرا وعزا للوطن أيها الحزب الرائع، نتمنى لك مزيدا من التقدم والازدهار. عمر الصهباني يقول أهني إصلاح إب وأخص إصلاح قرية محطب الصهبان، فهذه القرية كل أهلها وشبابها ورجالها مع الإصلاح. عبد الإله عباد يقول الوسطية منهجكم طبتم، ونتمنى لكم كل التقدم لكم ولكل اليمنيين واليمن الحبيب، تهانينا الحارة لكل مسلم حر. حمدي الزمر يقول الإصلاح والوطن جسد واحد لا يتفرق أحدا عن الآخر، فنجد من يعادون مصلحة الوطن هم من يعادون حزب الإصلاح. الصقر المريسي أيضا من أرض المهجر يتقدم بالتهاني والتبريكات لقيادة هذا الحزب وأعضائه وأنصاره بالمناسبة العظيمة. أبو عبد الودود ماجد يقول نبارك الإصلاح في هذه المناسبة الغالية ومزيدا من العطاء والرقي والمضي باليمن إلى مستقبل أفضل بعيدا عن المحسوبية والعنصرية والمناطقية. محمد المطحني يقول اتقوا الله ما استطعتم. عبد الله العزكي يقول إصلاح يا وهج الغر الميامين، يا شعلة وضاءة في الميادين، لست إصلاحي ولكني أحب الإصلاح. حمزة الفنيني يقول نبارك للإصلاح بمناسبة الذكرى 23 على التأسيس، ونهني كافة قيادة وأعضاء وكوادر التجمع اليمني للإصلاح بهذه المناسبة، وندعوهم لمواصلة المسيرة مع كافة القوى السياسية الأخرى من أجل إخراج اليمن من أي كارثة قد تحصل، ونصيحتي لهم أن يصبروا ويصابروا. بليغ المنامة يقول نبارك ونهني القيادات والكوادر في الحزب التجمع اليمني الإصلاح بمناسبة ذكرى 23 لتأسيسه، وندعوهم لمواصلة المسيرة مع القوى السياسية من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان. فيصل الشويع يقول نبارك مسيرته ونريد من قيادته التجديد في الرؤى. أديب الزمر يقول أحب أن أهنئ كل من هو رئيس وعضو في تجمع اليمني الإصلاح بهذه المناسبة العظيمة، وأقول لهم أن يستمروا في نضالهم السلمي وأن يستمروا في جهدهم لبناء يمن جديد خالي من الفساد والفاسدين. عبد الله جلال يقول إلى الأمام. أدهم والضاح يقول لا يكرر أخطاء الأحزاب الحاكمة ويكون مع الشعب ونصرة المظلومين أينما كانوا، تمنياتنا لهذا الحزب بالتوفيق. يحيى الأحمدي يقول في الذكرى 23 لتأسيس الإصلاح ينبغي من أعضاء هذا الكيان العريق أن يجعلوا من هذه الذكرى منطلقا نحو مرحلة جديدة تواكب العصر وتستلهم الدروس والعبر، لا أن نتحول إلى ملمعين لمسيرتنا التي ينبغي أن ندعها للآخرين ليشهدوا لها بالنجاح أو الفشل. يوسف الشرجبي يقول مزيد من التقدم والازدهار ونحن معك بإذن الله. موسى سيار يقول أحب أهني كل من رئيس وعضو في الإصلاح وأقول لهم بأن يواصلوا مشوارهم إلى الأمام. وعمر الصالح يقول إن شاء الله يكون متمكن على كل ظلم. إذن مشاهد الكرام نعود أيضا لاستقبال المكالمات، ونحن كما ذكرت نحاول أن نوازن بين المشاركين معنا عبر الاتصال الهاتفي وأيضا بين من يرسلون تعليقاتهم على صفحة البرنامج على الفيسبوك. ومعنا الآن ألو بشير العربي. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. بشير من؟ العربي. من أين يا بشير؟ من سنعاء. حياك الله، تفضل أخي الكريم الكلمة لك. السلام عليكم. أنت على الهواء يا بشير، تفضل. وعليكم السلام. بشير العربي. يا بشير أنت على الهواء، اسمعني من صوت الهاتف وخفض صوت التلفزيون، والكلمة لك لحزب الإصلاح في ذكرى تأسيسه، تفضل. نعم يا حزب الإصلاح. تفضل يا بشير. نعم يا حزب الإصلاح بهذه المناسبة، وأنه أثبت أنه حزب يعني معارض قوي. نعم. ونتمنى له التوفيق والنجاح. ونتمنى منهم يعني انهم لم يثبتوا اي شيء في هذه السنتين. فنتمنى يعني انهم يقدموا للشعب هذا يعني ما يتمناه وما يطمح اليه. نعم. شكرا لك يا بشير العابدي من صنعاء على مشاركتك معنا، ونستقبل مشارك اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا اخي الكريم، تعرف عليك. الكلمة لك أنت، تفضل أخي.
معك صالح اليافعي من المعلم من عدن. صالح اليافعي من عدن، تفضل أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. نبارك لحزب الإصلاح انطلاقته وتأسيسه 23، ونتمنى له مزيدا من التقدم نحو لأجل مصلحة اليمن ومصلحة جميع شعب اليمن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن دوام له التوفيق والسداد. شكرا لك أخي صالح اليافعي من محافظة عدن على مشاركتك معنا. ومشاركة آخر، إذا نستقبل هذا المتصل. ألو، السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير والعافية أخي الكريم. علي قناة سهيل. نعم، أنت على الهواء، الكلمة لك أخي الكريم، تعرف عليك. أحمد العقر. أحمد العقر، من أين يا أحمد؟ أخي العزيز. من أين يا أحمد؟ تفضل أخي الكريم، الكلمة لك. يلا، أتمنى من الأخوة في حزب الإصلاح تطوير آرائهم وأفكارهم وما يتناسب مع المرحلة القادمة، وأتمنى منهم هذا بطلب يعني خاص الابتعاد عن التعصب، الابتعاد عن يعني الإقصاءات، يكونوا حزب مثالي، حزب يعني مؤهل للسلطة. نعم نعم، تفضل يا احمد، تفضل اسمعني من الهاتف. اخي العزيز، شوف، حزب الاصلاح من الاحزاب القويه في الفتره السابقه، واتمنى انهم الان ينتقلوا الى مستوى سلطه، كسلطه وليس معارضه. نعم، هذا ما حدث اطرحه، وتمنيت لهم بالتوفيق. شكرا لك اخي احمد من صنعاء على مشاركتك معنا. وبالتاكيد مشاهدي الكرام، ربما الجميع يعرف انه لا اي حزب الان هو في السلطه، الجميع الان في توافق سياسي، وهناك حكومه الوفاق تدير هذا البلد، وهناك ايضا رئاسه الجمهوريه اتفق عليها الجميع ربما للانتقال بهذه المرحله الى بر الامان. وان شاء الله في الايام القادمه سنشهد نضوجا سياسيا ووعيا سياسيا ان شاء الله يليق بحكمة اليمنيين ويليق أيضا بهذا الوطن الغالي. معنا مكالمة أو نعود أيضا. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك. عبد الحميد الحميدي من تعز. عبد الحميد الحميدي من تعز، تفضل أخي الكريم، الكلمة لك. أولا مساء الخير معك والمشاهدين، وأيضا نبارك للإصلاحيين. مساء الخير والعافية. ونتمنى لهم التوفيق والنجاح وإلى الأمام. نحن نقول لإخواتنا في الإصلاح، نقول لهم مزيدا من العمل. الحزب الإصلاح عندما دخل المعركة السياسية دخل ولديه خطط واضحة، أن يكون جزء من المجتمع، أن يقبل الآخر، وهذا ما ظهر عليه في السنوات الأخيرة، إنه هنالك اللقاء المشترك كان نموذج لهذا التحالف السياسي. أيضا رغم الهجمة الشرسة، طبعا أنا ليس إصلاحي سيدي الكريم، ولكن هذا رأيي في الإصلاح، دخل المعركة السياسية بقوة ومارس عملا سلميا رغم الإيذان والإحصاء لأعضائه وسياسيه، وأيضا كان هنالك مؤامرة حركت من أمام النظام السابق في العهد الماضي لإزالة المعاهد العلمية تحت مسميات كثيرة. نعم. يعني فريق من الكفاءات الذي كان تعمل في الإصلاح، كان هنالك فريق كبير، هنالك كان أناس أكاديميين يعملوا في هذه المعاهد وزولوا وهم مشوا وضربوا في اتجاهات مختلفة، ودمر التعليم تدميرا كاملا. أنا أتكلم من واقع، وكنت أنا يعني لي أقارب نفسي، ذا هؤلاء ناس كانوا أكفية جدا وأصبحوا في مهب الريح. نقول نحن الحزب الإصلاح بعد هذه الثورة وانضمامه إلى هذه الثورة، وكان له اليد الطولة فيها والتضحية الكبرى فيها، وكان له موقفا واضحا لدعم الثورة الشبابية السلمية، يمارس هذه الوضع السياسي ويدعم هذه الثورة ويستمر فيها، ولكن يضغط من خلال وزرائه وخلال نوابه في البرلمان وخلال أيضا ممثليه في الحوار لإيجاد نهضة شاملة في البلد، وبالذات هذه المدينة التي دخل فيها صراعا سياسيا بين بعض الأحزاب، واتخذوا من العمل السياسي نوع من الصراع، وهم مشت هذه المدينة تهميشا كاملا. هذه مدينة سعد التي تحدثنا منها، مدينة دمرت بوضع سياسي كان للنظام السابق اليد الطولة في التعبير عن هذه المدينة، ونحن ندعو الإصلاح أن يضغط، وكل اليمنيين أن يضغطوا في اتجاه
إيجاد نهضة في هذه المدينة، لأنه قدمت الكثير ولم تجد إلا القليل، لا مياه لا كهرباء لا طرقات لا نظافة في المدينة لا تعليم. ولناشد رئيس الجمهورية في هذه المناسبة بعيد ثورة سبتمبر وأكتوبر كما كان عادلا لإعادة الضباط والقادة إلى أعمالهم، هذه خطوة جبارة، نحن نناشده أن ينظر إلى هذه المدينة وأن يكون هنالك قرارات جمهورية بتعيين محامي جديد، بتعيين مسؤولين جدد مدراء جدد. هذه المدينة يا سيدي والله دمرت لو نظرت إليها لعادت ما قبل السبعينات. إن شاء الله تصل هذه الرسائل، إن شاء الله تصل رسائلك الهامة أخي عبد الحميد الحميدي من تاج، وللأسف داهمنا الوقت، لكن سأختم بهذين التعليقين في هذه الحلقة التي على صفحة البرنامج على الفيسبوك. ويوسف العريجي يقول الإصلاح هو صاحب كلمة الحق، أن تكلم صدق، وإن تكلم صدق، وإن أوعد أوفى، بحب الوطن يسهر ليكون الناس ينام، يعمل يرتاح الجميع، يبني ولا يهدم. محمد الأهدل يقول نهني قيادة وقواعد التجمع اليمني صاحب لأبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 23، ونقول لهم أن الحمل عليهم ثقيل والعب كبير، فلا بد أن يكونوا عند ظن الشعب بهم، وخاصة أنهم مشاركون في حكومة الوفاق ومشاركون في الحوار الوطني، فلا بد أن يحافظوا على مخرجات الحوار وتحقيق الأهداف التي ينتظرها الشعب لينعم بحريته وكرامته، فهم مكون مهم من مكونات المجتمع اليمني، وكان لهم دور بارز في إساءة الوصول للمبادرة الخليجية والخروج باليمن إلى بر الأمان. مشاهدي الكرام، للأسف الشديد داهم، أشكر كل من ساهم معنا سواء كان عبر الاتصال الهاتفي أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، وأعتذر لمن لم يتمكن من المشاركة نظرا لضيق الوقت وازدحام الخطوط. إن شاء الله في حلقات قادمة أنتم على موعد مع مواضيع متجددة ومتعددة تهم الوطن والمواطن ككل. تقبلوا تحيات فريق العمل، دمتم بخير، في أمان الله.